السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نسألكم إذا كان تحبوا زيادة في التثقيف فيما يخص قواعد الفقه الإسلامي، عليكم أن تنتبهوا إلى هذه النصوص. هل يجوز نقل أعضاء الميت؟ هل يجوز نقل الدم؟ هل يجوز العلاج الوراثي؟ يعني يأطرف الذي آن. هل يجوز إنشاء بنوك للحليب البشري؟ وهل يجوز حقن الخلايا الزامية للسلة دي؟ هذه بعض نصوص. إن أردتم زيادة التعرف عن الفقه الإسلامي فما عليكم أن تدرسوا هذا الفقه، توسعوا فيه وتراوا أن القرآن والسنة والأحاديث القدسية ما جاءوا شك عبثا، بل جاءوا باش يظهر هذا العلم الذي اجتهد في شأنه المؤمنون الخالصون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.